حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد بن عطية عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليد المعطية خير من اليد السفلى حدثنا إبراهيم بن خالد حدثني أمية بن شبل وغيره عن عروة بن محمد قال: حدثني أبي عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان. حدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثنا أبو وائل صنعاني مرادي قال: كنا جلوسًا عند عروة بن محمد قال إذ أدخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه قال فلما أن غضب قام ثم عاد إلينا وقد توضأ فقال: حدثني أبي عن جدي عطية وقد كانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا